انا كجميع الفنانين اللي كانوا متواجدين لبينا النداء، هذيك اغنيه وطنيه، وما يمكنش يعيط ليا شي واحد في اغنيه وطنيه وما لبيش النداء كفنانه مغربيه وكفنانه كتحب بلادها وطنها. فاكيد انا مشيت بحال جميع الفنانه ومشيت سجلت الصوت، والنهار اللي مشينا صافي صورنا الكليب وتحط صافي، وكنتمنى التوفيق للجميع. هذا هو اللي كاين. على فكره ما يمكنش واحد العمل انا كاينه فيه ونعطيه واحد التقييم، هذه عمرني ما يمكن لي نديرها. فالتقييم كيبقى للجمهور، هو اللي كيقيم واحد العمل. اما كنت مثلا قلتي لي شي عمل اخر اللي ما كايناش اللي ما متواجداش فيه، نقدر نقول لك الراي، ولكن ما جاتش. انا كاينه في واحد العمل ونقيمه.